في قناة بلاد تيفي الخاصة، نغطي الأخبار على مدار الساعة. تابعونا لتكونوا على اطلاع بكل جديد. السلام عليكم، كنخدمكم راسي مدام سلمى العراقي، ممثلة مغربية، واليوم كنحتفلوا مع جمعية ديال عبد المولى الزياتي للإبداع البلدي باش نحيوا هذا العيد ديال المسيرة الخضراء إن شاء الله مع أطفال ومع مواهب ديال وليداتنا. ايوا كنقول المواطنين كلهم يكونوا معنا، وحنا ديما كنحتفلوا بهذا الحفل كل عام. وحسن ثاني الله يرحمه في هذا النهار كان تاكد على هذا النهار باش نحتفلوا به دائما، وكنعقلوا على الكلمات ديالو اللي كان ديما تيقول لك باش ديما نكونوا حاضرين في هذا الحفل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الله بن ناي. انا جد فرحان وجد فخور بتواجدي الان في المركب الثقافي سيدي بليوط للجمعية ديال إبداعات بلادي عبد المولى الزياتي، اللي ارتأوا باش يديروا التكريم ديالي، فتعجز الكلمات في بعض هاد اللحظات هذه، لأن ملي كتحس واحد الناس أو الجمعية اللي كتحس بها بحال العائلة ديالك كدير لك تكريم خارج المدينة المحمدية اللي هي المدينة ديالي. فشكرا وألف شكر لجمعية عبد المولى الزياتي لإبداعات بلادي، شكرا للجمهور الحضور اللي حضر، شكرا لكل المنابر الإعلامية اللي واكبت هذا الحدث. هذا الحدث اللي هو الذكرى 49 اللي تزامن مع الذكرى 49 ديال المسيرة الخضراء المضفرة. فشكرا مرة أخرى للجميع والسلام عليكم. مساء الخير، معكم الفنان جمال الغيواني. كيف كتشوفوا باقي عرقان؟ الحمد لله دوزنا واحد الشخده غيوانيه تفاعلت مع مدينه الدار البيضاء، من يعني كانوا الناس من جميع اقطاب المدينه، كانت فرحه كبيره تخليدا لذكرى المسيره الخضراء واللي انضمتها جمعيه عبد المولى الزياتي. الرئيسه ديالها هي اسماء بالزكور، فهي مشكوره بالاستضافه، والشكر موصول كذلك للصديق ديالي تازي عبد المجيد، الشكر موصول للرئيسه الجيد الطيبه اللي اكتشفت فيها زعما صراحه الانسانيه العميقه اليوم، كيفاش تعاملت معايا وكيفاش فرحات بالتواجد ديالي. فانا بدوري كنشكر الاستاذه رئيسه مقاطعه سيدي بليوط على هذا الالتفاته والكلمه الطيبه في حقي، كما اشكر جميع الفنانين والفنانات اللي حضروا. وهذا ليس بغريب على المغاربة، في مناسبة وطنية غالية على قلوب المغاربة اللي هي المسيرة الخضراء، وأنا بدوري غادي نحتفل بها بمدينة تامسنا مع المغاربة. فاحنا كنا واحد من طنجة للقويرة، فغادي إن شاء الله عندي الحفل 23 نوفمبر بالمركب الثقافي تامسنا. فمن هذا الباب كنرحب بالجميع، وكنشكر وزارة الثقافة اللي وضع فيها الثقة واللي يعني عطتني واحد العدد ديال المدن دزت فيهم. فالشكر موصول لوزارة الثقافة والشباب والتواصل أنها كتعطي الفرصة لجمال الغيواني باش يشارك هذا النمط الغيواني الغني اللي كيحبوه المغاربة، حبوه لقرون يعني جاية 60 عام ولا زالوا يحبونه. وبالإضافة أنني كندير عدد من الأعمال ديالي الخاصة، وكنبغي نشكركم، كنبغي نشكر لا قناة ألفا برايس ولا بلاد على هاد الاستضافة الكريمة. شكرا لكم جزيلا. السلام عليكم، معكم الفنانة ورئيسة جمعية عبد المولى الزياتي لإبداعات بلادي. حنا جد سعداء وفخرون أننا نعملوا هذا الملتقى هذا الثقافي بمناسبة ذكرى 49 المسيرة الخضراء المضفرة من تنظيم جمعية عبد المولى الزياتي لإبداعات بلادي. هذه الجمعية دائما كتشتغل على التربية والثقافة والفنون بتنسيق مع مقاطعة سيدي بليوط، وكنشكروا سيدة الرئيسة سيدة للا كنزة شريبي على المساعدة ديالها من أجل إنجاح هذه الملتقى الجميلة، وكنبغي نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد لإنجاح هذا الحفل. وهذا الحفل يعني بمشاركة العديد من الفنانين والفنانات والشعراء والشعراء. نحن دائما كنشتغلوا دائما على التربية، وهذه الدورة هذه كانت فريدة من نوعها، لأن كانوا تكريم ديال أشخاص اللي استحقوا بكل صراحة، من بينهم
السيدة الرئيسة لالا كنزة الشرايبي والمبدع والمخرج أحمد بوعروة، واحد طفلة اللي هي يعني من أنواع ديال تريزومي 21 تهم تهي أنها كرمناها وفرحناها وخذت الوشاح ديالها، وتكريم آخر للإعلامي عبد الله بن نين. فتمنينا أن سير خصم أنه يكون حاضر معنا اليوم، للأسف أنه بقي في ديار إسبانيا. كنت من الله سبحانه وتعالى أن يجي بخير وعلى خير. صح، كان ممتنئا عن آخره أما في دون سر ديال الجمعيات. الحمد لله كان جمهور غفير فعلا، أن تبارك الله الحمد لله النصر من عند الله سبحانه وتعالى، أننا دائما كنشتغلوا بحب، لان هذه الجمعيه كان رئيس ديالنا هو المرحوم عبد المولى الزياتي، وكنتخيلوا انه قدامنا كان دائما كيسهر على هذا الحفل هذا. الحمد لله الاعضاء الجمعيه والحب الجمهور هو اللي خلى ان الحفل يكون ناجح الحمد لله، وشكرا لكم.